هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. رجعت لكم بسلسلة القصة، السلسلة اللي نتكلم فيها عن قصص حياة الممثلين والممثلات وعن أهم أعمالهم. في فيديو اليوم وبناء على تصويتكم الأخير في منتدى اليوتيوب راح نتكلم عن النجم الصاعد والشاب توم هولاند. فعلى السريع عزيزي الوجيه، اشترك في القناة لو ما كنت مشترك، فعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول، والأهم من هذا كله إذا عجبك الفيديو لا تطلع بدون ما تضغط لايك. غير كذا اربط حزامك ويلا بينا. توماس ستانلي هولاند، أو مثل ما عرفناه باسم توم هولاند، وهو ممثل بريطاني من مواليد سنة 1996 وبالتحديد في كينغستون في إنجلترا، أي أن عمره إلى تاريخ هذا الفيديو هو 25 سنة. وهذا معناته إيش عزيزي الوجيه؟ معناته أن توم هولاند هو تقريبا أصغر ممثل تكلمنا عنه في سلسلة القصة إلى تاريخ هذا الفيديو. طبعا أبوه دومينيك هولاند وهو كاتب وستاند أب كوميدي، اشتغل في مجال الكتابة والتمثيل لمدة 30 سنة، أكثر من 30 سنة. وأمه نيكولا إليزابيث وكانت تشتغل وما زالت تشتغل كمصورة فوتوغرافية محترفة. وتوم يا جماعة هو الأخ الأكبر لثلاثة أشقاء أصغر منه، عنده أخ أصغر منه اسمه بادي، وعنده كمان 2 أخوان توأم، الأول اسمه سام والثاني هاري. يا أبو عزيزي الوجيه، توم هولاند عنده 2 أخوان توأم، وأبشركم ما زال عايش مع أمه وأبوه وأخوانه، أمور عيلتهم زي الفل ولله الحمد. بسم الله ما شاء الله. مثل ما قلت لكم يا جماعة، الولد عاش مع أمه وأبوه وأخوانه، أموره كانت في السليم. وبالنسبة للدراسة، الولد درس وتعلم وعاش حياة كريمة ومستقرة وجدا إيش مثالية، ما فيها أي مشاكل. في بداياته لما كان لسه قاعد يكتشف وين شغفه وين الشيء اللي يحبه، تعلم أشياء كثيرة، فكان يحضر في بداياته فصول لتعلم الرقص. يب الولد كان يرقص هيب هوب وأبدع في هذاك المجال وما زال إلى يومنا هذا. برضو خش في مجال الجمباز وخش في مجال الباليه وخش في مجال التمثيل المسرحي. الولد كذا في طفولته جلس يتهبد كثير في محاولة اكتشاف شغفه، وعنده مهارات يا جماعة في الجمباز جدا جدا ممتازة. الولد يقدر يتشقلب، يقدر يسوي بعض الحركات الحلوة، حتى انه في بعض المشاهد في فيلم سبايدر مان اللي تتطلب شقلبة او قفز من اماكن عالية معينة تسويها هو بنفسه من دون اي ممثل بديل. مثل ما قلت لكم يا جماعة، ابوه ستاند اب كوميدي وكاتب وعنده خلفية في مجال التمثيل وصناعة الافلام والسينما والاشياء هذه لاكثر من 30 سنة. وهذا الشيء ساعد توم هولاند كثير، مرة ساعد، لانه توم هولاند صرح وقال ان ابوه علمه اشياء كثيرة عن التمثيل، ايش مفروض يسوي، ايش مو مفروض يسوي، ايش الاشياء اللي المفروض يبعد عنها، ايش مناطق القوة اللي عنده كيف ممكن يستثمرها. فضلا عن انه توم هولاند يعني زي ما قلت لكم عنده اهتمام في المسرح، صح انه يلعب جمباز وصح انه كان يرقص وصح انه كان يلعب باليه، ولكن كان اهتمامه في المسرح تقريبا اكثر من اي اهتمامات ثانيه. جلس فتره طويله على خشبه المسرح في طفولته، كان يظهر في مسرحيات مدرسيه بسيطه ومن ذي الامور حبه حبه يا حبيبي. وعن طريق معارف فلان وعلان وزعطان ومعطان قدر توم هولاند انه يحط رجله في ساحه السينما والتلفزيون، وكاول عمل له في عالم السينما الحقيقيه، او يعني خلينا نقول عالم الأفلام اللي تعرض في السينما، قدر توم هولاند إنه يقدم أداء صوتي لشخصية في فيلم الأنيميشن الياباني إرياتي سنة 2010، ولكن النسخة البريطانية، النسخة اليابانية إيش حيقول؟ أريغاتو غوزايم إيش حيقول؟ وقتها كم كان عمره؟ كان عمره 14 سنة فقط. بعد هذاك الأداء الصوتي، يعني هذه كانت أول تجربة له، جربوه، أوكي، الولد كويس، يعرف يقدم أداء صوتي كويس، يعرف يمثل، ولكن بعد ذاك الأداء انسحب عليه سنتين جلس في البيت. يا ولد بيتصلوا علي، يا بابا ما حد قال لك نبغى ولدك يمثل فيلم؟ يا مدير اعمال ما في، والله انسحب عليه سنتين. بدا ايش الولد قال شكلها لم تزبط معي. وفجاه ويقال انه الممثله نعومي واتسون قدرت انها تساهم في حصول توم هولاند على دور بسيط جدا في فيلم ذا امبوسيبل سنه 2012، وهذيك الخطوه فعليا كانت اولى خطوات توم هولاند داخل فيلم حقيقي يعرض في السينما وداخل الشاشه الكبيره. انت كذا يا توم هولاند دخلت الى ساحه السينما والتلفزيون، كل اللي عليك بعد كذا انك تثبت نفسك، تقدر تثبت نفسك حتنطلق، حتستهبل وحتسوي مجنون، حتصير من الممثلين اللي تحت متكين كذا تجيهم عروض في السنه حسن. خلاص الكلام انه الولد بدع وقدم دور جدا جميل له في هذاك الفيلم ولفت الانظار عليه. 2013 بعد فيلم ذا امبوسيبل الا ينزل له يا حبيبي عرض بسيط جدا في فيلم لوك. الفيلم هذاك اصلا يعني كان مره بسيط، لانه اصلا تقريبا 99% من الفيلم كان عباره عن اعلان لسياره بي ام دبليو. تخيل انه توم هاردي يسوق سياره بي ام دبليو طول الفيلم ويجلس يجري بعض الاتصالات وهو يسوق
فوق السيارة، يعني حرفيا ما في إلا توم هاردي في هذاك الفيلم وتجي اتصالات ويرد عليه. توم هولاند في هذاك الفيلم قدم أداء صوتي في هذاك الفيلم على إنه ابن توم هاردي. فيلم بسيط أي نعم، بس مو مشكلة، حيضيف له شيء في السيرة الذاتية تبعه والمهنية. مثلت بجوار توم هاردي، وفي نفس السنة وصلوا عرض ثاني للمشاركة في فيلم الدراما والرومانسية والأكشن How I Live Now. يا سلام، قدم دور حلو وزادت شعلته وبدل ولد ينشهر زيادة. بعدهم باشرة في 2014 إلا الولد في مسلسل قصير، واحد من المسلسلات يعني ما هو مشهور مرة بس إنه مسلسل كويس، مسلسل قصير كذا من 5 حلقات تقريبا اسمه Wolf Hall. حلو حلو يا توم هولاند، أمورك بدأت تسلك، الولد بدأ يحط رجلين وكذا بدأ يتوسع في عالم التمثيل. بعدها يا حبيبي في 2015 إلا الولد مشارك في فيلم In the Heart of the Sea، وبجوار مين؟ بجوار كريس هيمسورث وبجوار كيليان مورفي. أحيل لا لا، الولد بدأ يخش في الثقيل، توم هولاند بدأ يخش في الثقيل من بدري بدري، ده خامس مدري سادس فيلم لك يا ابني، إيش ده؟ هيركز معايا عزيزي الوجيه، وركزي معايا عزيزتي الوجيهة. تخيل تدخل عالم السينما والتمثيل حلو وتكون لسه في بداياتك، بعد 5 أعمال تشارك في العمل الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، ما عندك في السيرة الذاتية حقك إلا 5 أعمال، فجأة يا حبيبي تحصل على أداء دور شخصية سبايدر مان. بعد 5 أعمال لك لعم القوة يا توم هولاند، معناته إن الولد هذا ممثل مبدع ونجم صاعد ما فيها كلام، لا أحد يقول أي كلام ثاني. إيه مش أفضل سبايدر مان، بس الولد مبدع وله مستقبل، ما حد يقدر ينكر ذا الشيء. 5 أعمال يا جماعة شارك فيها توم هولاند كانت كافية إنها تخليه يثبت لمارفل إنه يصلح يكون سبايدر مان الجديد. أيا تعال عزيزي الوجيه وتعال عزيزتي الوجيهة، وخلوني أحكي لكم قصة لطيفة قبل حصول توم هولاند على دور سبايدر مان. قصة قصيرة كذا حصلت له أثناء ما كان يسوي تجارب الأداء، وقبل تجارب الأداء وبعد تجارب الأداء. هذه كم قصة؟ هي أكثر من قصة بس بربطها في بعض. توم هولاند يا جماعة من يوم كان بزر، من يوم كان طفل صغير يعشق شيء اسمه سبايدر مان، مثل معظم الأطفال، مين ما يحب سبايدر مان في الأطفال؟ كل الأطفال يحبوا سبايدر مان، حتى لما سألوه هو صغير لو حصل وقدرت تقدم دور شخصية بطل خارق يا توم ايش راح يكون؟ قال لهم والله انا نفسي اكون سبايدر مان، نفسي. ويا لروعة المحظوظ ابن المحظوظة، كبر وصار سبايدر مان. المهم قبل ما يحصل على دور سبايدر مان كان في منافسة شرسة بينه وبين مجموعة ممثلين للحصول على هذا الدور. سبايدر مان تتوقع انه توم هولاند راح يقدم لحاله البطولة الفيلم؟ لا، مارفل سوت اعلان وي نيد نيو سبايدر مان، هاتك يا ممثلين. امة الالالات قدمت ممثلين كثيرين، راحوا قدموا اسماءهم، مارفل صفت كثير من ذيك الاسماء، صفت 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 الين بيجي مجموعة بسيطة صفتهم مرة ثانية. من ضمن الأسماء الكبيرة اللي كانت تنافس توم هولاند على دور شخصية سبايدر مان، خمنوا معايا مين؟ خمن معايا مين عزيزي الوجيه؟ الممثل الشاب تيموثي شالمنت. اسمه صعب بس تيموثي، كلنا نعرف تيموثي، ممثل شاب وصغير ونجم صاعد لا محالة، وأوعدكم يوم من الأيام بتشوفوا مع الولد هذا أوسكار ما فيها كلام. الولد مبدع وباين عليه إنه فعلا يعرف يمثل ويحب التمثيل، والميثود أكتنج عنده مرة ممتاز مقارنة بعمره. خلاصة الكلام اللي بقوله لكم انه تيموثي كان ينافس توم هولاند على بطولة اداء سبايدر مان. مشكلة مش هنا، سبايدر مان في الاصل بيتر باركر في الاصل من نيويورك، حلو، من نيويورك. تيموثي في الاصل من نيويورك، يعني من ناحية اللهجة النيويوركية الامريكية تيموثي ما عنده مشكلة، اموره طيبة، ومن ناحية البنية الجسدية برضو اموره طيبة، مناسب لسبايدر مان، يعني عنده الجنسية الامريكية، اللهجة النيويوركية، البنية الجسدية المناسبة. وجاك توم هولاند بريطاني ما يعرف شيء عن اللهجة النيويوركية كثير، بنيته الجسدية كويسة مناسبة، ولكنه قدر ياخذ الدور من تيموثي. شلون؟ ازاي؟ ببساطه لانه اقنع مارفل. المنتجين ولجنه تجارب الاداء تبع مارفل يقولون الولد هذا لما جاء تجارب الاداء توم هولاند كان مليان طاقه ايجابيه وحيويه وثقه عاليه في النفس. اي نعم الولد كان باين عليه شويه توتر وهذا الشيء طبيعي، ولكن لما يبدا يدخل ويبدا يقرا النص ينغمس فيه بكل قوته واموره تصير يا سلام. بل انه توم هولاند في وسط تجربه الاداء قال لهم يا جماعه انا مره اصلح اكون سبايدر مان، حتى شوفوا اعرف اتشقلب. وتشقلب الاخوين روسو كانوا حاضرين وقتها وشافوه هو يتشقلب، قالوا يا ولد اي اعصابك تعرف تتشقلب، انتبه لا تكسر لنا رقبتك ولا يصير فيك شيء احنا ناقصين. قال لهم لا تخاف، هذه لعبتي، انا اعرف جمباز، اعرف باليه، اعرف ارقص، تبغوني ارقص لكم؟ والله ترى اعرف ارقص. فبالفعل ابهرهم في تجارب الاداء وقالوا له يا حبيبي خلاص روح البيت وان شاء الله بيكون بيننا اتصال. شوف هذه الكلمة لما تروح تقدم على وظيفة ويقولوا لك إن شاء الله بنتواصل معاك، 90% أعرف إنه إيش راحت عليك الشغلة دي، بيسحبوا عليك. توم هولاند راح إيش خرج من عندهم، يا ولد أقنعتهم ما أقنعت، شكلهم بيصرفوني، شكلها بتروح لتيموثي يا ولد، شكله ما ظنت إني بفوز يا ولد بسبايدر مان. مر يوم، مر يومين، 3 أيام، أسبوع، أسبوعين. يقول توم هولاند بعدها كذا في إنستغرام جاني خبر كذا من عصفورة في إنستغرام، قالوا لي ترى أنت بتصير سبايدر مان الجديد. يا ولد أكيد
الجديد ما اكيد، قالوا له يا ابوي انت بتصير سبايدر مان الجديد وخذ كلام توم هولاند. يقول ما اقتنعت 100%، خفت انه يكون مقلب سوشيال ميديا مقالب، انا ايش دراني يا ابوي يمكن يكذبون ذولي، خليني انتظر الين يجي شيء رسمي احسن شويه يا حبيبي. الا جوال توم هولاند يرن، الو. تخيل عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيهه مين كان المتصل؟ اباك تتخيل كيفن فايجي رئيس استديوهات مارفل شخصيا يدق على توم هولاند. الو توم هولاند، هلا والله ابو فايجي، اسفرت وانورت، يلا حيو كيف حالك؟ توم ما نور الجوال. هلا والله توم، احب اقول لك شوف الحياه فرص، ولا تزعل لو يوم من الايام راحت عليك فرصه ثمينه من بين يدك. انا اليوم عزيزي توم متصل عليك علشان اقول لك الف مبروك، انت سبايدر مان الجديد، غطرف يلا العب يلا. اول شيء خلونا من الخبر الحلو ذا اللي خلى توم هولاند يرقص ويتشقلب ويلعب باليه ويسوي كل حاجه يبدع فيها. تعرفون من كيفن فايجي؟ هذا العقل المدبر لمارفل، كل الجمال وكل الابداع وكل التنظيم وكل الارباح وكل التقييمات وكل المراجعات الممتازه اللي شفتوها لاعمال مارفل طلعت من تحت راس هذا الانسان كيفن فايجي. يا جماعه هذا دخل لشركه ديزني ارباح من عالم مارفل تجاوزت ال 25 مليار دولار. تعرف ايش يعني 25 مليار دولار؟ يب، هذه الارقام دخلت من تحت هذا الراس المدبر. المهم انه توم هولاند زي ما قلت لكم جالس يتشقلب، او ثانك يو سير، ثانك يو، اي ريلي ابريشيت ات، اي ويل نيفر ليت يو داون، ومباشره وقع عقد بقيمه 250 الف دولار تقريبا في اول ظهور له كسبايدر مان في فيلم كابتن امريكا سيفل وور، وبعدها وفي اول فيلم خاص بسبايدر مان سنه 2017 وقع عقد بحوالي 2 مليون ريال سعودي، وبعدها في فيلم انفينيتي وور وقع عقد بقيمه 5 مليون ريال سعودي، ومن بعدها والولد ايش راتبه قاعد يرتفع، ويقال انه بيوصل الى 20 وربما 25 مليون دولار في اعمال مارفل المستقبليه. وطبعا فيلم زي سبايدر مان وشخصيه زي شخصيه سبايدر مان اكيد فتحت لهذا الولد افاق جديده، الولد صارت سمعته جدا مشهوره باضعاف اضعاف مضاعفه بعد تقديم شخصيه سبايدر مان، وصلوا متابعينه في انستغرام تقريبا 46 مدري 47 مليون متابع، وصار محبوب ما بين المراهقين والمعجبين بشكل عام، فبدات توصل له عروض بشكل متكرر، خلاص الولد صار مطلوب، الولد هذا يقدر يمثل ويقدر يسوق لافلامنا لو وظفناه فيها. والله يا حبيبي، وفجاه الولد يقدم اداء صوتي بجوار ويل سميث في فيلم سبايز ان ديسكايز، وبعدها برضه يا حبيبي يقدم اداء صوتي برضه بجوار روبرت داوني جونيور في فيلم دوليتل، كمان يا حبيبي يقدم بعدها اداء صوتي في فيلم بيكسار اون وورد، بعدها يا حبيبي اللي يشارك في بطوله فيلم نتفليكس ديفل اول ذا تايم، فضلا عن فيلمه القادم والمنتظر واللي كل العالم تنتظره سبايدر مان نو واي هوم، غير انه كمان عنده فيلم جاي مستقبلا مشتق من لعبه انشارتد الشهيره، وراح يقدم فيه دور شخصيه نيثن. اللي جالس اقوله لكم يا جماعه انه الولد خلاص صار عليه طلب كثير ومره مشغول، ما عاد فاضي، ما هو فاضي، طلبات قاعد توصل له ليل ونهار، اموره الى الان 10 على 10، الباقي يعتمد عليك يا توم هولاند. ويقول توم هولاند يا جماعه ان هدفه خلال ال 15 سنه القادمه من حياته انه يحصل على جائزه اوسكار واحده على الاقل، وهدفه الثاني لل 20 سنه القادمه انه يصير مخرج وصانع افلام بنفسه، وصرح وقال انه هو واخوه حاليا شغالين على كتابه فيلم، ويتمنى انه يجي اليوم اللي يكتمل فيه عمله هذا ويرى النور. اما الان خلوني اشارك معكم معلومات سريعه وعشوائيه عن توم هولاند. توم هولاند يا جماعه فيلمه المفضل هو سيفينج برايفت راين، هذا الكلام قاله بنفسه، قال فيلمي المفضل فيلم سيفينج برايفت راين، وافضل اداء لممثل شافه كان اداء الممثل ادوارد نورتون في فيلم برايمال فير. توم هولاند يا جماعه اول شخص بريطاني يؤدي شخصيه سبايدر مان، توبي واندرو اللي قبلهم كلهم كانوا امريكيين. توم هولاند يا جماعه كسر خشمه مرتين اثناء تصوير افلامه، الولد يحب يتشقلب، يحب يقدم بعض المشاهد الخطيره بنفسه، شاب وعنده لياقه بدنيه كويسه ليش لا. المره الاولى كسر خشمه اثناء تصوير فيلم ذا لوست سيتي اوف زي، والمره الثانيه اثناء تصوير فيلم كايوس ووكينج. توم هولاند يا جماعه كان مفروض يقدم دور اليكس في احد اجزاء سلسله جومانجي، وافقوا عليه وكل شيء كان تمام، ولكن قبل مرحله توقيع العقد انسحب من الفيلم. يا ولد يا طيب تعال، قال لهم والله معليش بس سبايدر مان جاي وجدولي مره مخربط فما اقدر، سبايدر مان ولا جومانجي اكيد بيروح مع سبايدر مان. برضه توم هولاند كان مرشح انه يقدم دور بليك في فيلم 1917، وبرضه وافقوا عليه وكل شيء كان تمام، ولكن في اخر لحظه وقبل توقيع العقد الرسمي انسحب من الدور بسبب خربطه في جدول اعماله. وبرضه واضح انه توم هولاند يا جماعه عنده مشاكل كثيره في جدول اعماله. توم هولاند برضه يا جماعه كان مرشح انه يقدم الاداء الصوتي لشخصيه سونيك، ولكن برضه حصل شيء وخلاه يبعد عن هذا الدور. برضه كان مرشح لتقديم شخصيه فين في فيلم ستار وورز سنه 2015، بس السبك في تجربه الاداء اعطوه نص قالوا له يلا اجلس اتكلم مع الدرويد او الرجل الالي هذا، وفي شخص قدامه كان ايش شخص طبيعي بس كان يسوي انه رجل الي اي اي او اي اي اي. فتوم هولاند يقول والله تفشلت فشله، قلت لهم يلا 3 2 1 اكشن تجربه اداء، جلس يضحك فطس ضحك لانه مو قادر يتحمل
يتحمل انه في شخص يسوي رجل آلي. جاب ام العيد قالوا له يا توكل توكل الله يستر عليك يا حبيبي في رعاية الله، روح روح سبايدر مان، خلك في سبايدر مان. توم هولاند يا جماعة وصف تجربته هذيك بأنها كارثية، يقول خرجت من عندهم وأنا متفشل، يلعن ام الفشلة. ممثل كبير وفنان، وآخر شيء أضحك في تجربة الأداء أحيه. توبي ماجواير يا جماعة ظهر في 3 أفلام كشخصية سبايدر مان، أندرو غارفيلد ظهر مرتين كسبايدر مان، جاء توم هولاند وحطم أم الأرقام القياسية وظهر في أكثر من 4 أفلام كسبايدر مان، وراح يزيد ظهوره في المستقبل. وأخيرا يا جماعة ثروة توم هولاند تقدر بحوالي 20 مليون دولار. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو يا جماعة، شاركوني أفلامكم المفضلة لتوم هولاند، وإيش أكثر عمل متحمسين له ضمن أعمال مارفل القادمة سواء بوجود توم هولاند أو بدون وجوده. يعطيكم العافية يا جماعة على المشاهدة، عجبك الفيديو حط لايك، عجبتك القناة اشترك وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول، ولا تنسوا تشيكوا على قناتي الثانية الخاصة بالألعاب، راح تلقوا الرابط موجود في صندوق الوصف، وبرضو تعالوا تابعوني على حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي، برضو الروابط والحسابات موجودة كاملة في صندوق الوصف. يعطيكم العافية يا جماعة المشاهدة، كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.